ما تكون نازل ومش راجع. فين الله ولا فينك يا شيخ؟ جرالك يا بدريه، المرافص سعد وانت عليك المرافص تهدي جبال. ايه يا فتح الحاجات دي كلها اللي انت واخدها معاك؟ يا ست ربنا يكتر افراحنا. انت ناسيه اللي عندنا مناسبتين، فرح احمد اخويا وخطوبه مديحه اختي. الشنطتين الكبار دول عشان خاطر مديحه يا ستي، ودي عشان خاطر احمد. وهو احمد اخوك محتاج؟ يا بدريه ده النبي قبل الهديه، والهديه مالهاش دعوه بالاحتياج. امال ليها دعوه بايه يا فتح؟ ليها دعوه بقيمه الشخص اللي انا بهديله الهديه. يعني لازم الهديه تبقى قيمتها من قيمتي، وبعدين انا ما بهديش حد غريب، ده اخويا واختي، يعني الاقربون اولى بالمعروف. الدور والباقي عليك انت وعلى الحاجات اللي واخداها ومستفاها لامك واختك على قلبك قد كده. ايه؟ انت هتبص لي في الحاجات اللي واخداها؟ اهو كله من فلوسي. وانت ايه؟ هتبص لي في الحاجات اللي انا واخدها؟ ما هو كله من فلوسي ولا انا سارقها؟ خلاص انت حر، انا بس بقول لك عشان الفلوس دي مسارها للعيال. قصدك ايه يا بدريه؟ قصدي تمسك ايدك شويه وبلاش بعزقه. جرالك يا بدريه، ده فلوسي وحر مالي. فلوسك؟ فلوسك ايه يا ابو فلوس؟ انت بتسمي الفلوس دي فلوس؟ طب ده انا بعمل هنا قدك 10 مرات. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا بدريه؟ انت حصل لك حاجه؟ بص انا مش قصدي اعاير، انا بس بفكرك. مش قصدك تعايريني؟ ده انت بتعايريني ونص كمان. امال معناه ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا هاني؟ معناها اني خايفه عليك وعلى فلوس العيال. وايه العيال دي؟ عيالي لوحدي؟ مش عيالك انت كمان؟ عيالي انا كمان، وعشان كده بقى. الو؟ اهلا يا ابو مازن. لا ازاي، لا ده انت تتكلم طبعا في اي وقت، احنا عايشين من خيرك. فتحي موجود، ثانيه واحده. الو، السلام عليكم. ازيك يا ابو مازن؟ انا رحت الموقع الصبح الحمد لله واطمنت على كل حاجه. لا ما مشيتش غير لما الدوام خلص، كله بخير. لا والله كله تمام، يا رب بس يكون شغلنا يكون عند حسن ظنك. ربنا يديك الصحه ويطول لنا في عمرك يا طويل العمر. والله على عيني اليومين اللي انا هسافرهم دول، بس عشان عندي فرح بس. عقبال ولادك. الله يسلمك، الله يسلمك. محمد رسول الله. اتفضل. اتفضل يا طويل العمر. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عيني مش قادر على فراقك. سفرك هيقطع بيه قوي. انت بتنبط عليا بالكلام يا بدريه؟ قصدك ايه؟ ما قصديش يا اخويا، انا بس عايزاك تدعي للعبايات اللي مققت عيني فيها لام مازن. ايوه ام مازن. ابو مازن قالت لابو مازن يشغل جوزك العواطل اللي مش لاقي شغل. لا ما هو كانش ابو مازن بس، ده ابو مازن وابو جاسم وابو مازن. كفايه 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 بدريه، كفايه حرام عليك. ده ايه ده؟ طب بالراحه يا اخويا الله يطقرك عيل، انا ما قلتش غير اللي حصل، بس هي الحقيقه بتوجع. خد يا عم احمد توكيل رسمي عام مني ليك. اعمل بيه التوكيل ده؟ ما هو مش معقول لما اكون عايز اخلص شغل في مصر انزل من السعوديه عمال على بطال. يبقى ضروري يا احمد يكون في واحد انا بستأمنه معاه توكيل مني عشان يخلص لي اي شغل في مصر. طب يا سيدي انا اخلص لك اللي انت عايزه من غير توكيل. يا احمد يا حبيبي المصلحه اللي انا عايزها محتاجه توكيل. هي ايه المصلحه دي يا فتحي؟ عايزك تشتري لي شقه وتشطبها لي من مجاميعه، نقاشه، نجاره، سباكه، يعني سلمها لي على المفتاح. ايه يا احمد؟ بتفكر في ايه؟ انا هفكر في ايه؟ ليكن طبعا يا فتحي. يبقى توكلنا على الله. امسك. ليه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ اخلص الحاجه اللي انا بعملها وبعدين ابقى اتكلم في فلوس. كام دول؟ 5000 ريال ومعينهم قبل ما بدريه تطلع. بدريه؟ هي جت معاكم ولا هي فين؟ تحت في محل اعتراف بتشتري شويه حاجات. بلوشي طبعا. هي جت اهي، عيني فلوس وانا افتح لها. روح انت افتح. طب ايش ايش؟ ايوه. انت نازله ولا ايه يا سميح؟ معقوله؟ وانزل ازاي من غير ما اقول لك؟ ده انا تتقطع رجلي قبل ما اعمل كده. يا اختي ده انا اللي تتقطع رقبتي قبل ما اعمل كده. امال لابسه ليه؟ اصل فتحي قال لي ان بدريه تحت في الدكان عند ابويا وطالعه. بدريه طلعت فعلا. يلا يا فتحي بقى. يلا يلا. يا ناس يا ناس يا ناس. هكون بعمل ايه يعني؟ زي ما انت شايفه كده، عايز اعرف الشنط فيها ايه بالظبط. مالكش انك تشوفها يا حاج، دي مش بتاعتنا يا اخويا، دي حاجه فتح ابنك. ولما هي حاجه فتح ابني
سايبها عندنا في الاوضه ليه؟ ما لقاهاش في اوضته ليه؟ هي اوضتنا نقص زحمه، ده الواحد مش عارف يعدي ولا يمشي ولا يفتح دولاب ولا حتى ضربه. وهو انت يعني اما تفتش فيها هتسلك لك الطريق؟ جرى ايه يا رتيبه؟ انا اللي جرى ايه يا حاج؟ ايوه انت اللي جرى ايه؟ مش جايز الشنط دي يكون فيها هدايا هو جايبها لنا؟ وجايز ما تكونش، وحتى لو فيها هدايا استنى لما هو يهديها لك مش تفتش وتاخدها. بقول لك ايه يا رتيبه؟ نقطيني بسكاتك وشيل الشنط الزفت من هنا، يلا بلاش قرف. يلا هشيلها واديها فين يا حاج؟ لا هي في اوضته هناك. الله، مش يبقى هو ومراته في اوضه وزحم لنا اوضتنا احنا بشنط مش عارفين فيها ايه حتى؟ يا نهار اسود، ايه اللي جاب الشنط دي هنا؟ ياكش تكون ناسي اني شريكتك في فلوسك وحياتك وفي كل حاجه حتى في الاوضه دي. يا بدريه بقول لك، مين اللي جاب الشنط دي هنا؟ اللي كنت حاططهم عنده يا سي فتحي، واللي مش طايقنا في بيته هيطيق شنطنا. ابويا؟ ايوه، كنت مخبيهم مني ليه يا فتحي؟ وانا هخبيهم منك ليه يا بدريه؟ ده انا موريهم لك في السعوديه. وقلت لي انهم هدايا لاخواتك. بالظبط كده، هدايا لاخواتي. امال يا اخويا من ساعه ما جينا يعني لا شفتك فتحت شنط ولا وديت هدايا. جرالك ايه يا بدريه؟ انت بتدور ورايا؟ انا ما بدورش على حاجه، هم اللي جوني لحد عندي. ومالك مخضوض قوي كده؟ وانا اتخض ليه؟ مش مخضوض ولا حاجه. انا مش فاهمه، يعني انت نطع الشنط دي على كتفك من السعوديه لمصر عشان تشيلهم عند ابوك؟ من امتى؟ كفايه نكد يا بدريه، كفايه نكد بقى. ايه قولك اني مش هسكت قبل ما اعرف الشنط دي رايحه فين ولمين. طب ايه رايك بقى يا بدريه اللي انا مش هقول لك؟ ايه رايك في كده؟ يبقى مفيش غير سبب واحد. اللي هو يا بدريه؟ انك فتح بيت تاني يا فتحي. وانا عارف افتح بيت اولاني لما افتح تاني. هي الشنط دي اللي مضايقاكي؟ ماشي يا بدريه، هريحك من الشنط. ماشي يا بدريه، وادي الشنط. ماشي. واخد الشنط ورايح على فين؟ هلقحهم بعيد عنك لغايه ما يطلع لك الصبح. حسبي الله ونعم الوكيل. خد يا حاج. ايه ده؟ خد يا مديح. خد يا محمد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابني ده؟ انت جرالك ايه؟ خير، كل خير يا امه. هدايا جايبها لكم السعوديه، هدايا من حر مالي. ناتحها من السعوديه عشان اجيبها لكم. هو في هدايا تتفرق كده؟ وبعدين ايه الهدايا اللي لا ليها لون ولا طعم ولا ريحه دي؟ ده ايه يا حاج؟ ده انت بدل ما تقول خلي ايه؟ قصدي شكرا، يعني شكرا. شكرا على ايه؟ ها؟ علشان الحريمي؟ امال فين العبايه؟ هتلاقيهم مع الحاجه، بدلوا مع بعض، بدلوا مع بعض. هو كله كده مفيش حاجه رجالي عندك؟ حبشي، اللي ما ينفعكش اديه المديحه والباقي رجعه. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازيك يا سميح؟ كويسه الحمد لله. ازيك يا بدريه؟ الحمد لله. ازيك انت عامل ايه؟ شفتي يا بدريه عايشه بحسك، وعايزه اقول لك على حاجه كمان، ده عجب احمد قوي. ده بس عشان عليك يا سميح، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا اهلا. الحاجات دي بقى عشانك انت ومراتك. مش دي الشنطه فتحي اللي تتخرب يا احمد؟ ايوه هي دي الشنطه اللي انا اجيب لكم فيها هدايا من السعوديه، انت واخواتي وامي وابويا. حبشي، جرى ايه يا اخويا؟ انت هتقعد تقتتهم عشان ما جايب لهم شويه هدايا؟ هي دي الشنطه اللي احنا كنا متفقين عليها صح؟ ايوه هي دي الشنطه بتاعت الهدايا. ايوه هي الهاني مفكره اللي انا هتجوز عليها وهفتح بيت تاني. بيت تاني؟ هو انت تقدر تفتح اوضه تانيه؟ ده والنبي مش هيلاقي دوفر الست بدريه لو لف الدنيا كلها. تعيش يا سميح، تعالي عايزه اقول لك حاجه. تعالى يا حبشي، عايزك في كلمتين بعيد عن الهوسه دي. اعمل لي فنجان قهوه مديحه. بتتخرب يا احمد، انت بتعمل ايه؟ الله، بقفل الشنطه عشان اخدها معايا. تاخدها وتروح فين؟ في ايه مالك؟ هي دي مش نصيبي ولا ايه؟ لا يا خفيف، الحاجه اللي اتبقت في الشنطه ديت هتعمل بيها المصلحه اللي احنا اتفقنا عليها. لو كده بقى تعالى نلم الحاجات دي، ممكن يتقلوا المصلحه. اه والنبي يا احمد. اخويا يا حبيبي. قول لي هو محمد فين؟ خد حاجات كتير ودخل على الاوضه، ما تجيبهم منه. يا جدع. والنبي يا احمد هاتهم منه. حماده. اهلا. ايه يا ولدي؟ خدت حاجتك واختفيت، وتلاقيك كمان حتى حقك ناشف من اخوك. يا جدع انت من امتى والحدايه بتحدف كتاكيت يعني؟ كويس انك جيت، انا كنت لسه هروح لك. خير؟ هناء سالت عليك النهارده. كانت عايزه ايه؟ بتسال على المعرض. وانت قلت لها ايه؟ هقول لها ايه يعني؟ ما نطقتش. كويس. انا هقولها لكم.